هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي برقية تهنئته أكد رئيس مجلس الشيوخ أن تلك المناسبة الغالية والعزيزة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والمعاني الإيمانية الجليلة، متمنيا من الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.